انا محمد محضر من شركه انزاي ميديكا. انزاي ميديكا هي امريكان كومباني بتعمل انزيمز كلها بلان بيس انزيمز كلها طبيعيه نباتيه 100% وبتشتغل على موضوع الفود انتولرنس. نحن مشاركين اليوم بهذا المؤتمر اللي بيعالج كمان نفس فكره اللاكتوز انتولرنس الجلوتين انتولرنس، ونحن بنفس السياق عندنا برودكتس بتعالج هاي المشكله، مثل عندنا برودكت اللي اسمه اللاكتو بيحتوي على اعلى نسبه لاكتيز انزيم بالماركت اللي هي 9500 اكتف لاكتيز يونت. طبعا مريض اللاكتوز انتولرنس ما بيقدر ياخذ اي شيء فيه ديري بروتين او ديري شوجر، اي شيء فيه ديري برودكت، فنحن بننصح البيشنت انه بيقدر ياخذ اللاكتو ويتصرف طبيعي، يعيش حياته طبيعيه. يعني نحن بنأثر على اللايف ستايل تبعه انه كيف يستمر بحياته. طبعا واحد من اهم الاصناف اللي عندنا بالبراند اللي هو الدايجست جولد بلس بروبايوتيك، يلي هو ميكس من الدايجستيف انزيمز مع سبورتد وذ بروبايوتيك، بيعالج موضوع الكرونيك دايجستيف بروبلمز اللي اهمها الاريتابل باول سيندروم، مشاكل الاندايجشن والفلاتولنس. البرودكت تبعنا الكواليتي تبعها من اروع ما يمكن. وطبعا في عندنا الشيء للغازز اللي اسمه الجاسترو فور غاز فورميك فود، للجلوتين والكيسين انتولرنس اللي هو الجلوتين ايز، وعندنا ثيرابيتيك بارت، بس احنا اليوم مشاركين بهذا الدايجستيف سكشن، الدايجستيف الفود انتولرنس والدايجستيف بروبلمز.